اسمي أمل جمال بن حيدر، عمري 34 سنة، مهندسة معمارية وأيضاً لاعبة كرة سلة. أنا إماراتية الجنسية وسعيدة جداً جداً باختياري في حملة مرآة اللي تزيد وترفع الوعي بالأمراض الجلدية، ومنها اللي بتكلم عنها اليوم إن شاء الله اللي هي مرض الثعلبة، وأنا متشخصة بهذا المرض من عمري 16 سنة. أنا تم تشخيصي بمرض الثعلبة وأنا عمري 16 سنة تقريباً في 2006، وبصراحة كان التأثير عادي في البداية، ما كنت أعطي الموضوع أهمية كبيرة، ولكن بعدين بعد سنوات في 2017 لما جتني بطريقة شوي قاسية جداً علي، كان التأثير أنا في البداية شفته سلبي جداً، لأن عزلتني من المجتمع وعزلتني من الناس، وتميت مسكرة على نفسي كل البيبان، حتى هوايتي اللي أنا أحبها جداً اللي هي كرة السلة ابتعدت عنها تماماً لمدة 6 شهور، وما قدرت طبعاً أنا أسوي أي شيء لأن كان الموضوع كبير علي وجديد، يعني ما توقعت أنه ممكن يصيبني بهذا الشكل القوي. ولكن بعد سنوات طويلة ومريت فيها، يطلع الشعر ويرد يطيح ويرد يطلع ويرد يطيح، كان غير ثابت الموضوع، فاكتشفت أن التأثير السلبي اللي أنا كنت أشوفه يعني أصبح إيجابي. أصبح إيجابي من أي ناحية؟ من ناحية أن أنا شخصيتي تغيرت، تعاملي تغير، طريقة وجودي مع الناس أو وجودي في الأماكن أو طريقتي في خوض المواضيع أصبحت مختلفة تماماً. يمكن قمت أخذ الأشياء بطريقة أهدى، قمت أشوف الأشياء بطريقة أصغر. فلو أقولكم أبسط شيء، يعني حتى قراراتي صارت غير، يعني قبل كانت عشوائية ممكن نقول، ولكن الحين صارت شوي أفضل، بركازة أكثر. فتأثيرات السلبية اللي كنت أشوفها قبل صارت إيجابية بحياتي، يعني ما كنت أشوف المستقبل، ولكن الحين مستقبلياً اللي هو الحاضر أصبح إيجابي جداً، والثعلبة أصبحت مثل صديقة لي، يعني نتفاهم أنا وهي، أشوفها كشخص يعني ما أشوفها كمرض. أكيد أنا في اليوم هذا والوقت الحالي أنا متصالحة جداً مع هذا المرض، وأنا ما أحب أسميه مرض، بالعكس أنا أحب أسميها حالة، حالتي وتروح، سواء حبت أنها تتم حياها الله، وإذا حبت أنها تروح بتوحشني، هذا اللي أقدر أقوله. أكثر الأسئلة شيوعاً من بين الناس لما يوني يقربون مني يسألوني كيف قصيت شعرك، أو أي صالون رحتي حلقتي فيه شعرك، إجابتي تكون أن أنا شعري أصلاً ما يطلع في هذه المناطق بشكل مؤقت، ولكن إن شاء الله أنه يرجع يطلع. فيسألوني ليش، فأقول لهم هي حالة اسمها حالة ثعلبة، مرض جلدي وأنا أتعالج منه. فيقولوا لي بس يعني طالع عليك حلو، يعني يعني على الموضة، ولكن الحمد لله أنا طالع حلو. في وايد مواقف صارت لي في مسيرتي مع الثعلبة، كذا موقف ما أنساه، لكن الموقف اللي أثر فيني أكثر اللي هو الموقف اللي صار لي في إحدى المطارات، لما كنت واقفة في خط الجوازات وقدمت جوازي، قال لي لو سمحت انتظر خلف الخط. فقلت له لا أنا لو سمحتي، مش لو سمحت، وعطيته الجواز وقرأ اسمي، ولكن أصر أنه يعاملني بإساءة ويقول لي أنه انتظر وراء الخط كأني ولد مش بنت. وأنا لما جيت وقدمت جوازي له مرة ثانية على حسب دوري، ما أعطاني أي ولا اعتذر ولا قال لي أي شيء، وأنا كانت يعني الدموع في عيني، ولكن ما حبيت أني أصيح. هاي موقف من المواقف اللي أنا ما نسيتها، ما تصرفت فيها بسبب الجهل وبسبب عدم الوعي، وما في ثقافة في هذا الموضوع، فعذرت الشخص وعذرت المكان اللي أنا فيه أو الدولة اللي أنا فيها. هذا الموقف اللي أنا ما أقدر أنساه. غير أمي اللي تعاملني دائماً بطريقة استثنائية، أنا ما أحس أن الناس يعاملوني بطريقة مختلفة يعني بسبب حالتي، بالعكس أنا حابة أن الناس تعاملني كأمل فقط لا غير. بصراحة أنا ما أشوف أن المجتمع عنده الوعي الكامل بموضوع الثعلبة أو بالأمراض الجلدية اللي تصيب أي إنسان، لأن نادر ما نلقى ناس يكون فيهم هالأمراض الجلدية، وأنا بصراحة ما أحب أسميه مرض، أحب أسميها ميزة، لأن إحنا مميزين في الكرة الأرضية. وتشخيص الخاطئ اللي إحنا نتشخص فيه هو يعني مثل حالتي أنا، دائماً الناس تقولي ليش ما تروحين تسوين زراعة،
أنا ما أحتاج زراعة لأن بصيلات الشعر عندي الحمد لله موجودة، ولكن أنا عندي خلل في فروة الرأس اللي هو جلدة الرأس فقط. أنا ما قابلت ناس بمثل حالتي، ولكن أنا تقدرون تقولون إن أنا في الناس تتصل فيني وتكلمني أو تستشيرني في هذه الحالة بالضبط، بالذات حالة الثعلبة. يعني لما واحدة من زميلاتي تتصل فيني تقولي أنا بنت عمي يا ثعلبة شو ممكن أسوي، فأعطيها نصايح أو أعطيها اسم الدكتور اللي أنا أروح له اللي هو الدكتور العظيم والعزيز على قلبي الدكتور إبراهيم قلداري اللي هو الحين قاعد يعالج حالتي. ساعدتني حالة شخص واحد فقط أنا تقابلت معاه عبر السوشيال ميديا، وهو شخص أجنبي اللي ساعدتني طبعا على أني أنا أطلع وأظهر للعالم بهذا الشكل، وأن هذا الشكل شكلي سواء بشعر ولا من غير شعر. وأحب أوجه له تحية كبيرة، باركة I love you so much. Thank you. أبوي أقول حق الأشخاص اللي توهم متشخصين بحالة الثعلبة إنهم ما يتوترون ولا يحسون إنهم غير عن الناس، أو ليش صابهم هم، أو ليش أنتوا مثل ما أنا كنت أقول في البداية. بالعكس، الثعلبة تصيب الإنسان اللي فيه ضعف مناعي أو ما فيه، سواء ما فيه توتر، فيه ضغوطات، فيه امتحانات، فيه مباريات مهمة، يعني أنا تصير معاي ساعات. ولكن كل ما اهتميتوا بمعالجة الحالة في شكل بوقت أبكر من أنكم تهملونها مثل ما أنا سويت في البداية، فصدقوني أنها بتتعالج. والثعلبة مثل ما يت تراها تروح وما تتم دائما. والأدوية الحمد لله والطب صار متطور جدا، بينهم لقوا بدال الدول 1، 2، و3 الحين بأن تعالج الحالة هذه اللي نادر ما الناس تعاني منها. وأنا أشوف الناس اللي تعاني، مش تعاني بعد، اللي فيها حالة الثعلبة ناس مميزين جدا وحلوين بعد مثلي، صح ولا لا؟ وأبغي أشكر حملة مرآة مرة ثانية أن ضموني في هذه الحملة، بأن يكون جزء من الوعي وزيادة الوعي في موضوع الأمراض الجلدية. انضموا إلينا واكتشفوا عالما مليئا بالأمل والجمال الداخلي.